يقام حفل جائزة عيسى لخدمة الإنسانية السبت المقبل برعاية كريمة من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حيث تمنح الجائزة كل عامين لشخصية أو مؤسسة يتم اختيارها عبر سلسلة من الإجراءات الدقيقة والمحكمة من قبل فريق من الخبراء. وأطلق اسم المغفور له بإذن الله تعالى أمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة على الجائزة احتفاء بجهوده المتفانية من أجل الإنسانية وبدوره المتميز في نهضة ورفعة بلاده. على قدم وساق ومن أجل إبراز جائزة عيسى لخدمة الإنسانية بصورة تليق بمكانتها وباسم من تحملها، يواصل مجلس أمناء الجائزة عمله الدؤوب والحثيث، وبعد عدة مشاورات وجلسات عقد المجلس الشهر الماضي اجتماعه 16 للدورة 3 بهذا العام، وناقش المقترحات وترشيحات الفائزين استنادا إلى ما تلقاه المجلس من لجنة التحكيم من آراء وملاحظات، إضافة إلى النتائج التي توصلت إليها الأمانة العامة للجائزة من خلال البحث والتحري الميداني للأسماء والجهات المرشحة. وتمنح هذه الجائزة في احتفال كبير يتم الإعداد له قبل شهور عدة، وتهدف إلى تقدير كل من أسهم في أي جهد لخدمة الإنسانية وتحقيق النفع العام للبشرية. أما مجلس أمناء الجائزة فقد استعرض مؤخرا كشفا من 5 مترشحين من مختلف الدول ممن تأهلوا لهذه الجائزة، وقدمته لجنة التحكيم التي تضم خبراء واستشاريين يمثلون قارات العالم. وفي الجانب الآخر تم تكليف فريق بحث ميداني بالسفر لزيارة مراكز المترشحين، وذلك للتحقق من المعلومات والبيانات الواردة حول كل مرشح. جائزة عيسى لخدمة الإنسانية تقام برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ويذكر أن هذه الجائزة قد منحت في دورتها الأولى إلى الماليزية الدكتورة جميلة محمود لجهودها في مجال الإغاثة، وفي دورتها الثانية إلى البروفيسور أشيوتا سامانتا من الهند في مجال الرعاية من الفقر والعوز. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد محمد بن عيسى وزير الخارجية والتعاون المغربي الأسبق ونائب رئيس لجنة التحكيم بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية. مساء الخير سيد محمد، وحبذا لو تحدثنا عن طبيعة هذه الجائزة وأبرز ما ترمي إليه، لا سيما أنها جائزة عالمية ذات نطاق واسع. مساء النور. الجائزة هي نجمة تشع في سماء كانت حقيقة وما تزال للأسف الشديد مظلمة على الإنسانية بالحروب وبالهجرات وبكافة المعاناة. هذه الجائزة بادر بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة تكريما لوالده، وأيضا إبرازا للدور الطلائع الذي تقوم به مملكة البحرين في المساعدة على تجاوز المعاناة. هي تكريم لإنسان، لفرد أو لمؤسسة أو مشروع يعنى بمختلف جوانب الإنسانية، في التعليم، في الصحة، في الخدمات الإنسانية، في السكن. يعني كل إنسان أو كل مؤسسة أو كل مشروع يعنى أساسا بخدمة الإنسانية الإنسان. نعم، ماذا عن معايير لجنة التحكيم في اختيار الفائز بهذه الجائزة؟ كيف تتم عملية الترشيح؟ هذا الجانب في الحقيقة هو الأصعب. هناك عدة عمليات تتم خلال قرابة سنة ونصف. أولها نبدأ بالإعلان عن الجائزة في مختلف وسائل الإعلام وعن طريق مختلف المؤسسات العاملة في المجال الإنساني، المؤسسات الإقليمية والوطنية والدولية. ثم بعد ذلك تأتينا بعض الترشيحات، ونحن أيضا أعضاء اللجنة نبحث عن من نراه مناسبا ويستحق هذه الجائزة، ونبدأ في الفرز. أحيانا نبدأ كذلك في الاستفسار والتحقق من هذا المشروع أو هذا الفاعل الإنساني أو هذه المؤسسة. في النهاية
نزور ما نرى من نراهم يستحقون الجائزة، أفراد كانوا أو مؤسسات أو مشاريع. إن في المنطقة العربية مثلا كما حدث هذا العام، أو في آسيا أو في إفريقيا وغيرها. نعم. وأخيرا لجنة التحكيم تختار أو تتفق على 3 ترشيحات نرفعها إلى الأمانة العامة، ترفعها الأمانة العامة إلى المجلس الأمناء ليفصل ويختار من يستحق هذه الجائزة. نعم، سيد محمد بن عيسى وزير الخارجية والتعاون المغربي الأسبق ونائب رئيس لجنة التحكيم بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية، شكرا جزيلا لك.